رشاد لعب وتترد ترجع تاني وادي الكره العرضيه الخطيره جول جول نانابوكو اخيرا اخيرا نانابوكو يتعادل للمقصه وبقول لك الكره العرضيه ملعوبه باقتدار ونانابوكو حاطط وموجه على طول بدماغه على شمال الغرباوي دقيقه 39 الغاني تاسع اهدافه هذا الموسم وتصبح النادي ابص حضراتكم يا ولد تمركز الرائع ومتقدم طبعا حاططها باقتدار لكن فيها مشارك محمود الغرباوي اكيد لان اللعبه ما كانتش بدرجه الصعوبه الكبيره